نجم نقولوا فينالمون في الكلوب افريكا حاجه وحبه جمهور الكلوب وجاد لا طومي و تحبها جمهور الكلوب سي بيان بون انا عندي برشا اللي صاحب مع الفريق قريب شهر قريب بون بديت تحضيراتي بشوي بشوي معناها الفريق تعرف تعرف الاصابه في الالعاب الاولمبيه بديت خير اني نبدا وحدي بشوي بشوي مشكل مروان كشري جاي شفنا برشا لاعبين جاي وعندي فما شفنا مباراة المغرب جاي سيرجي شو معناها ولاد الكلوب افريكان الاخرين معناها بون راك تشوف الفريق مرات تقريبا تنجم تقول كامل من كل النواحي تبقينا توا يلزم برشا خدمة برشا خدمة يلزم كل ماتش وماتشو كل فما بوكو فاز فما بليوف فما سوبر بليوف بعد فما لي تيتر كل حاجة في وقت ما نخموش من توا نقولوا توا كنا باهيين فينا بالكوب ولا شنو نو كل حاجة في وقتها الفو جوست ترافاي توا كوم يلفو نخدمو كيما قلت كل ماتش وماتشو كهو ظهر لي المسؤولين زاد وفرنا كل شيء متوفر تبارك الله جوست حتى القاعة معناها القاعة برجان معناها أنا خدمة من كل النواحي تشوف كاو يعني سامحني تو مروان خدمة صحيح هي سبور كيما الباسكيت يعني سبور نتاع ان ديتاي دو ديتاي نحي لك تروح يخرج من اللعبة شفنا قبلك تحكي مع سيرجي لا لا خرج نحكي لك يعني ان سبور كيما هذا يعني الكوليكتيف نتاعو لازم يكون سادة في كوميونيكاسيون سور سور اذا نحكي في ان اكزومبل جديد كيما صرنا احنا اوني با تيلمون فور معناها ما عندناش جوالات كبار ياسر معناها نيفو عالي جوالات عاديين ولكن الفرق الاخرين اللي غلبناهم خاصه في بطوله افريقيا انغولا بالمجموعه والالقاب اللي انا كجوار اللي تحت كمجموعه يعني اذا كانت المجموعه معناها متجانسه و كما نقولوا مع بعضنا في الحلوه والمره وقت خساره مع بعضنا وقت الربح مع بعضنا بالنهايه ما نخافوا من شيء كل شيء يجي بعد الريزلتا والنتائج كل يجي بعد يا سيدي ان شاء الله بالتوفيق مع النادي الافريقي ان شاء الله شامبيون احنا ربي يفضلك عايش